مسؤول عليهم. واحد على يديك انا ما غنقدرش انا على جوج. لا ريحه واحد على يديك حيت انا غادي تطلع لي الدم. ربي لي سير علي الدنيا الاخيره انت اقسم بالله عاوتاني اما غتعطي شي واحد ولا واحد شتي واحد السلام عليكم خوتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. المهم عتيق وجبني بالمطار وعندي وسي باش ان شاء الله غنمشيو للطبيبه. درت معايا موعد نهار 20 في الشهر دابا 24 غادي نمشي نشوف دقه القلب ونشوف شنو كعيان وخصني ناخذ شي فيتامينات بحال باش نتقوى شويه. والله انا دائما مرخيه واخا كنبين لكم انا قويه ولكن انا هكا ما عندي ما ندير. المهم ما عليناش غتابعوني ويلا هم معايا ان شاء الله. عتيق اليوم ورا قال لي غندير لك شي مفاجاه ما نعرف حنا غنشوفوا يلا معايا. كنحمق على لوسي صراحة والله يخليها ليا هادشي اللي كاين. تابعوني المهم حبابي دابا لقيتوني انا عند الطبيبة عند انا ولوسي صراحة الله يخليها ليا زعما هادي كاس ليها هادي من واقفة معايا الله يسهل عليها. المهم دابا ان شاء الله غنسمعو دقة القلب ونشوفو شحال دابا عندي ان شاء الله. بالنسبة للناس تيقولو ما حاملاش وهادي انا ما كنكذبش عليكم راه كاين الله زعما بيناتنا كنت كنكذب راه ربي يخلصني انا حامله يعني حامله ما عندي علاش نكذب. المهم انتم معايا كلشي غادي تشوفوا هذا النهار وما تزرطيوش كنحبكم بزاف وكنموت على حبيبتي نزع تحيه لكم بزاف لكم كاملين الله يجعل ربي يسهل عليكم. اي وحده محرومه مسكينه كتمنى بانها شي وليد ولا بنيه الله يجعل ربي يرزقها يا ربي عن قريب. تابعوا المهم خوتي صراحه جيت انايا دابا للدار عاتق ما وصلنيش حيت ما جابنيش زعما ما ردنيش لهنايا. جيت في الطاكسي حيت لحقاش عاتق وصلني في الصباح كان غيضرب بريكو مشيت مع لوسي. المهم ها هي عطاتني الدواء عطاتني التحاليل عطاتني التحاليل ديال المشاج. المهم عطاتني واحد التحاليل خاصني نديرهم. المهم غادي نلعب عليه وغادي نقول ليه عندي التوام وغادي نعطي واحد نشوف رده الفعل ديالو كيفاش غادي يكون واش غيوافق واش لا. نشوفو هنا غتعرفوا عاتق واش رجوله ولا لا. المهم كيف ما كان الفيديو اقسم بالله غنلوح وخا نوض معاه ما عرفت شنو. المهم هانتوما معايا تابعوني. مالك جيتي هندرا هندرا صراحه انا ندمت كاع واحد الندمه اللي ما عمرني شتها كاع. المهم هي خرجت لي التحاليل هضري بكادا ولا خليني نخرج من غنتسد لي امك. مالك على الهضره هادي مع الدخله مع بوك دد دد شنو عندي؟ توام توام اسيدي توام عندي توام. كيفاش انت عندك توام من بعد شنو؟ كيفاش من بعد؟ مرحبا بهم تقدر ربي معايا انت؟ مسؤولية وزيد وزيد والمصاري. أنا ما عرفتش كلمة سمعي سمعي غادي مقادة غادي مقادة ولا غنقلب نتناقش وتحك معاك؟ الوحيد اللي تقدر تضحك معايا تلقي تلقي تلقي
ما كتعرفيش تعاملي راه هادشي باش تخلينا نتعاملش معاك. ما دابا سمعني لا بغيتي تسمعني. ما سامعكش. كمل الكلمة شوية. يوم شوية عليك انت. راه انت اللي ما فهمتش كاع عندك ناري مسؤولية. ماش عندك شنو مال؟ عارف الظروف ديالنا كي دايرة. ما عارفش هاد الحالة هادي. شنو دابا شنو هادشي هذا شنو؟ التحايا خصني ندير التحايا. ما دير التحايا. الدواء ديال التقية ودي داك الشيء راه هو خصني نشريه. صافي نشري. المهم ما عليناش دابا قبل ما غتشري الدواء قبل ما نديرو التحاليل خاصني نتفاهمو انا وياك. الدواء الدواء ديال فقر الدم وديال دابا خليني نهضر معاك دابا هضري شنو دابا المشكل اللي عندنا انا عندي التوام انا ما غاديش مرحبا انا ما غاديش نقدر على داك التوام هادي اول حاجه وما كاينش انا ربي شي واحد وربينا واحد تتربي واحد والله تربي معاك واحد الظروف اللي عايشين فيها حتى من ظروف شحال ديال الظروف اللي سمع الدور ديال الولاد صافي تجيب لهم ليكوش بجوج بجوج وماشي مشكل انا عارف انا ما كنرضعش بزاف سابيو اشحال مقيد المهم قادين عليهم انت قاعد انا ما قادتهاش نقول لك انا فكرت مزيان غنعطيك واحد ملي غادي يولد ان شاء الله واحد كانوا جوج بنيات غنعطي وحده كانوا جوج دراري غنعطي وحده غنعطي واحد كان بنت وولد غنعطي الولد وغنخلي البنت سمعني نقول لك عاتق شنو كاين سمعني خليني حتى نكمل هضرتي واش نقسم لك انا في المي برا ربي كعبه بلاش نهضر معاك سمعي 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 انا وحق المنبعه محمد بغيت ربي لي سير عليا الدنيا الاخيره إيش اقسم بالله عاوتاني اما غتعطي شي واحد ولا الولد تعطي شي واحد والله حتى غنربيهم بجوج خلينا نهضر معاك سامي باش تتاكدي باش تعرفي انت شنو كاين اقسم بالله تبغي تربيهم بجوج وغيبقاو بجوج وبلا ما تبقى تقول لا انا غنعطي واحد لا غيبقى ليا واحد ديك الهضره تقول لي انا ما نعرف شكون انايا ما نعرفش ما غاديش نعطي برا عليك واخا ما غاديش نعطي لختي واخا تعطي لختي غاتهلا الله فيك واخا تعطي لامك وما غاديش غاتهلا الله فيك وامك تعطي لها وما غنقولش شكون انت اللي غتحكم فيا لما نعطي لهم انا راه ولدي اللي بغيتهم يعاونوني شويه انا اللي مسؤول عليهم وحيد عليا يدك انا ما غنقدرش انا على جوج وحيد عليا يدك حيد عليا انا غادي تطلع عليا راه ماشي ديال العشره انت شويه واخا زين زين نتايا انت ديال العشره انت كتبغي تكرفص نتايا بغيتي لي تكرفص سامي واخا تقلبي شنو بغيتي شنو بغيتي من الاخر شنو بغيتي دابا شنو دابا انت مع شنو بغيتي شنو غادي دير فيك الخواتي ها شنو غادي دير قولي شنو غادي دير يلا والله تا نخسر ضربي وانا تا نضربك موال زعما غضرب لي لا خلي خلي قبل على ما يسمعوناش الناس حيت انا عارفك انت ما كتسواش دابا قول لي دابا انا غتهضر معايا نيشا دابا انا غتهضر معايا هذا التليفوني قسما بالله وحق الله تنهرسو والله تنهرسو شاف قايت تجابدي معايا وقايت تسمح معايا والله تنهرسو وغنروح نكاوم في يا سمعني دابا حبيبتي ديالي انت حبيبي واخا تقولي لي ما نعرفش شنو والله اختي ما غنعطي شي واحد دابا سمعني ولا عطيت شي واحد الله يعطيني شي كسيده ربي ما يقاويش معو فيا يلاه باش تجي تدخل يا الراجل وغادي نعطي غنعطي لختي حيت غادي تربي احسن تربيه سمعتيني انت شوف تمد عليا يديك الغوت شي غوته ما كايناش شوف واش انت تبقى تهرس ليا دابا كتقلب على شي حاجه في الدوخه هو حتى في الدوخه سير طري الله يرحمك خلينا نهضر معاك بعدي مني وسيري في حالاتك ما تهضريش معايا صافي صافي ما تهضريش معايا اختي الله يرحمك الوالدين صافي بعدي مني ما تهضريش معايا تهضري معايا صحه صدمتيني وسيري الله يعاونك صحابك الزنقه تعطي ودنك تسمع لي وانت سقتي زيرو انت زيرو علاش انا زيرو علاش انا زيرو بغيت شي واحد صاحبي يقول لي عطيني عطيني ولدك وما غنهضر ما نقدش انا صوم بنادم انا ما نقدش على جوج انا ما غاديش نقد على جوج ربيهم علاش نقول زعما طلبي معايا انت راسي ياك يا سامي انا زعما حاولت نقع على جيبك وحاولي على راسك حاولت نقع على دماغك لا لا اختي ما غيخليش حتى شي حاجه منك يا سامي شي حاجه منك شي حاجه منك وتقول لي غنعطيها يلاه حتى واسيم ونخش نخش 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 الله يهديك حتى واسيم وصافي سامي شتا لي الدوخه وحق الله صلاة عجبتني الضحكة معاك الله لا ما تحكيش معايا ديالك مقلب سكوت راه ما كاين لا توام لا والو عندي ما عرفنا واش بنت ولا ولد المهم راه خرجت لي الدواء دابا عندي شهرين كنضحك معاك لا صدقتي والرجولة عشيري نضرب انا ما تخليش خاطر واسير هذيك الهضره واخا غير ما بلاكا والله حتى بلاكا والله ما نضرب حلفت بالله فين الكاميرا دابا نضرب انا والكاميرا ودابا نضرب هنا عصبتيني يا عصبتيني دابا عندكشي عازلة والله ما عندك لا صراحه دابا شنو شنو ما تعطيش ما تعطيش صراحه ما تعطيش والله ما نعطي شي واحد صراحه والله ما نعطي شي واحد اقسم بالله و
واش عندك تول ما عندكش من الاخر اسامي دابا جيم دابا خلاص الهضره ما كاينه تحت الاول شنو بصح شنو واش عندك تول لا الله يبعد الله يبعد يتوام الله ما عنده مو بان واحد هو اللي بان ما عرفناش ولد ولا بنت واه انت بغيتي ولد ولا بنت اللي جات من عبد الله صراحه انا اللي جات من عبد الله مرحبا بها المهم قلت له خوتي عندي التوم بغيت نعطي واحد كاين شي مشكل لا ماشي ما كاينش المشكل ولكن نستني شي حاجه منك راه منك اسامي واخا ما نعرف ولا زعما بغيت تحاول لي على جيبو على عقلو تبقى شي خمم قنيه كتولد 12 وكتبقى حاضنه حتى مالك ما تفرط في ولادي والله ما نفرط فيهم قسما بالله انا ما نفرطش فيهم تبع تمشي بحالك تمشي وانا غنمشي صدمني صدمني زعما ايوا انا قديتي والله بلاش شنو كون ما كانت زعما ما كنتش مرتاح في العيشه وما ورا بعاد اختي ودابا انت يا صاحبي نطج نهار دابا انت انا مرتاح اختي حتى انا مرتاحه صافي خير انا حتى انا صراحه الله يخلي ليا امين المهم خوتي كنتمنى بانكم تقبلوا علينا في اي فيديو كنحطو لكم ودائما غيكون جديد حنا اول حاجه ما كنتصنعوش عليكم ما تنكذبوش عليكم حنا صراحه كيف داكشي اللي في القلب في لساننا حنا كيف ما كان الفيديو كنوريه لكم واخا حنا كنديروا كاع البيض ومطيشه كنوريه لكم كيفاش حنا عايشين ما نكذبوش عليكم راه ماشي الفلوس هي كلشي راه حتى البال السعاده اللي عايشه انت وراجل كي داير يقدر واحد يكون خالص فلوس ولكن ما عايش السعاده كيفما عايشين حنا انا ويا واخا انا ويا فيه نقير غوت عليا نغوت عليا وداك الشيء ولكن بحلاوته يعني ملي كتفر الكاميرا صافي كتولي واحد العيشه اخرى يجي غوت عليا يجي يبوس ليا راسي صافي نجي انا ندخل عندها نشرح حلاوه بحال هكا كنبقاو نضحكوا انا وياه كنلعبوا قسما بالله يغوت عليا تقول لي فين كنتي صافي ولا حبيبي انا راه كنت في القهوه تنقول لي صافي فهمتوني صراحة ما كنتش عليكم أنا فرحانة بهاد العيشة اللي عطاني الله كنحمد الله وكنشكره لأنني مع الناس عايشة الحمد لله مهم جامعة راجلي ووليدي وعايشين مستقرين في الدويرة الحمد لله حنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يسهل علينا حتى حنا نديروا دارنا لوليداتنا وهادي ولكن واحد خاصو يكافح ويطيح وينوض باش ان شاء الله يوصل لهذيك الوليدات لواحد المرتبه اللي انت ما عشتيش فيها عيشوا فيها هما انت عندك طاقه ايجابيه ولا سلبيه ايجابيه اخويا حيت قلت سلبيه داك النهار قلتها قدامك وبقيتي قلتي لي انا وليت عقل واحد يلاه خوتي دعمونا بلي لايك بارطاج ودائما غيكون جايب وبارطاجي وشنو نديرو بارطاجي اخويا ومرحبا بكم في القناه سامي عاشق تقدم الجديد يلا باي باي انت تقول لي ما حاملاش راه خليت لكم الفيديو واش انت ما تنكذبش ما تنكذبش اخوتي انايا ساميه صافي روسيه ها عرفتي انا ضربتك بهادي غاش نفخ ليا هادي وعرفتي فين غادي ندي عرفتي يلا سلام عليكم زروب ما باغي يمشي على القهوه حتى الله تمر هيدا في الله